اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. Today ان شاء الله هناخد ليسون 53 اللي بعنوان الاديشن اند المالتيبليكيشن فاكتس. الدرس بتاعنا النهارده يا اولاد يعتبر مراجعه على اللي احنا خدناه في الاديشن والمالتيبليكيشن. هنحاول ناكد فيه على المعلومات اللي خدناها قبل كده. يعني بالنسبه للاديشن عندي بروبرتي اللي هي الادينج تو زيرو. لما انا اي نمبر زي مثلا النمبر 3 ده لما اعمل له اديشن مع الزيرو يديني ايه؟ ذا سيم نمبر، النمبر ما يختلفش. يعني اي نمبر نعمل له اديشن على الزيرو يديني نفس النمبر. طب بالنسبه بقى للمالتيبليكيشن هناخد النمبر في الاديشن والمالتيبليكيشن. طيب المالتيبليكيشن اي نمبر اعمل له مالتيبليكيشن باي زيرو يديني ايه؟ يديني الزيرو. يعني البرودكت بتاع الزيرو واي نمبر لازم يديني زيرو. تمام يا اولاد؟ يبقى الزيرو في الاديشن يديني نفس النمبر، في المالتيبليكيشن يديني زيرو. طيب نيجي نشوف ال1، لما اقول 1 بلس نمبر يديني ايه؟ النمبر اللي بعده على طول، اللي هو النمبر which just comes after، النمبر اللي هيجي لي بعد النمبر ده. يعني 3 بلس 1 يديني ال4، 4 بلس 1 يديني ال5، يديني اللي ايه؟ اللي بعده على طول. طيب بالنسبه للمالتيبليكيشن، لما اعمل مالتيبليكيشن باي 1 يديني نفس النمبر. اوكي؟ يبقى في المالتيبليكيشن 1 تايمز اي نمبر دي نفس النمبر. طيب ادينج ان اني اوردر، يعني ايه ادينج ان اني اوردر؟ يعني لما اقول 3 بلس 2 هي 2 بلس ايه؟ 3، مفيش فيها فرق. طيب بالنسبه للمالتيبليكيشن 3 تايمز 2 هي 2 تايمز 3، الاثنين بيدوني نفس الايه؟ نفس البرودكت، بس احنا قلنا هنا ان في فرق. ايه هو الفرق؟ 3 تايمز 2 يعني 2 بلس 2 بلس 2، و 2 تايمز 3 يعني 3 متكرره مرتين، يعني 3 بلس مين؟ بلس 3. يبقى في الملتبلاينج ان اني اوردر البرودكت از ذا سيم، الناتج يا اولاد بيطلع واحد لكن المعنى مختلف. لازم انت تفهم ان 3 تايمز 2 لما تيجي تتخيلها تعرف ان 2 هي اللي متكرره 3 تايمز، ولما اقول لك 2 تايمز 3 تعرف ان 3 هي اللي متكرره 2 تايمز. لكن في الاديشن لما نقول 3 بلس 2 هي 2 بلس 3، ال 3 دي هي ال 3 دي بالظبط، مفيش اي اختلاف. طيب اللي بعد كده دبلنج النمبرز، يعني ايه دبلنج النمبرز؟ يعني اي نمبر اعمل له اديشن مع نفسه اكني بعمل له ملتبلاينج باي 2. يعني ال 3 بلس 3 هي 2 تايمز 3، يعني ال 3 اتكررت مرتين. ده بنسميه دبلنج النمبر او توايس النمبر. توايس يعني 2 تايمز، ودبلنج يعني 2 تايمز برضه. خلاص لو شفنا كلمه توايس او شفنا كلمه دبلنج نعرف ان الاثنين هاف ذا سيم مينينج اللي هو 2 تايمز النمبر. طيب مالتيبلاينج بيج نمبرز دي خدناها في الليسون بتاع الديستريبيوتيف بروبرتي، اللي هو ايه؟ لما نقول 6 تايمز 7 واحد مش عارفها يعمل ايه؟ ممكن نقسم ال7 ل5 وايه؟ و2، واخد 6 تايمز ال5 لوحدها ب 30 و6 تايمز ال2 لوحدها ب 12 ونعمل لهم هما الاثنين اديشن يديني 42. يبقى الدرس بتاعنا النهارده يا اولاد عباره عن اكسرسايزز خفيفه كده عشان نراجع الاديشن والمالتيبليكيشن. يلا مع بعضنا نشوف التشيك بوينت دي. بيقول لي ماتش ذا ايكوال ريزلتس، يعني وصل النتائج اللي زي بعضها. يلا اي حاجه بلس 0 يديني نفس الحاجه، يعني 4 بلس 0 يديني 4. مين هنا يديني برضو 4؟ هنا نبص كده 4 تايمز ال1 تديني 4، يبقى نوصل ده بده. هنا 3 تايمز ال4 نبص بعينينا هنا هي 4 تايمز 3، لان احنا قلنا المالتيبليكيشن بقدر امالتيبلاي ان اني اوردر والاديشن بقدر ااد ان اني اوردر، يعني 3 تايمز 4 تديني نفس الناتج بتاع 4 تايمز 3. يبقى دي مع دي، 0 بلس 0 يديني 0. مين هنا يديني 0؟ اهي 2 تايمز 0 برضه ب 0، يبقى ده كده مع ده. 3 بلس 4 هي 4 بلس 3. طيب 4 بلس 4 يعني ال 4 متكرره مرتين، يعني 2 تايمز ال 4، يبقى دي مع دي. بنعمل ريفيجن يا اولاد على المالتيبليكيشن والاديشن. يلا البراكتس. يوز الاديشن اور المالتيبليكيشن فاكتس تو فايند ذا ريزلتس. اي حاجه تايمز 1 يديني نفس الحاجه يبقى 5. 6 بلس 0 اي حاجه بلس 0 نفس الحاجه يديني 6. هنا
8 تايمز ال 9، اي حاجه تايمز 9 بنعمل فيها ايه؟ ننزل منها 1 ونحطها في التنس بليس. طب احط هنا ايه بقى؟ اقول 7 بلس 8 اديني 9 بلس 2، لسه واخدينها الدرس اللي فات. 2 تايمز 2 4، 3 بلس 7 10، 9 تايمز 0 اي حاجه تايمز 0 0. الاكسرسايز ده يا اولاد جميل جدا، يعني انتوا الاول المفروض تعملوه في الكتاب وبعد كده تراجعوا معايا. يلا 10 بلس 5 نعمل ايه؟ دي في اليونتس بليس اعمل لها ادنج مع اليونتس، 5 بلس 0 يديني 5 وال1 ننزلها. يلا 6 تايمز ال4 هي 4 تايمز ال6 تيبل 6، 4 تايمز ال6 بكام؟ اللي حافظين التيبل هيقول لي يا مستر 24، اقول لهم برافو عليكم. يلا 5 بلس ال6 نعمل كاونتنج افتر ال6، لو مش عارفين افتر ال6 7 8 9 10 11. 6 بلس 6 ده ال6 متكرره 2 تايمز، يعني 2 تايمز ال6 يعني تيبل 2 يديني كام؟ يديني 12. الملتبليكيشن باي 10، الدرس بتاع الملتبليكيشن باي 10 كنا بنعمل ايه؟ احط نفس النمبر واحط جنبيه 0. طيب 0 تايمز 0 يديني 0، طالما عندي واحد منهم 0 في الفاكتورز خلاص لازم الناتج يطلع 0. اللي بعديها 5 بلس 10 هي 10 بلس 5 يديني برضو 15. اي حاجه تايمز ال1 نفس الحاجه، 1 تايمز 8 يديني ال8، 4 تايمز 10 ده الملتبليكيشن باي 10 كنا بنعمل ايه؟ نحط نفس النمبر ونحط جنبيه 0. 0 بلس 10 يديني نفس النمبر، اي حاجه بلس 0 تديني نفس النمبر. 4 تايمز ال 5 20، 9 بلس 2 بعد ال 9 10 11، 1 تايمز 1 يديني 1، 7 بلس 7 يعني ال 7 متكرره مرتين هي 2 تايمز ال 7 14، 1 بلس 6 7، 9 تايمز 9 خدوا بالكم بقى مش 9 بلس 9 دي 9 تايمز 9 اللي هو تيبل 9، ناخد ال 9 دي ننزل منها 1 تبقى 8، ازود على ال8 كام عشان تبقى 9؟ ازود عليها 1 تبقى 81. يلا اي حاجه تايمز 0 ب 0، 5 بلس 5 ال 5 بتكررها مرتين يعني 2 تايمز ال 5 بكام؟ ب 10. اي حاجه بلس 1 تديني الحاجه اللي بعديها 8 بلس 1 9، 1 تايمز 2 2، 3 تايمز 3 تيبل 3 يديني 9. اكسرسايز جميل جدا، بنراجع مع بعضينا كده الحاجات اللي احنا خدناها. نيجي نشوف الاكسرسايز ده، بيقول لي check the following problems if add or multiply وfind the results. دي word problems، عايزين نراجع في الword problems اللي كنا بنعمل فيها addition كنا بنعمله امتى، وفي المالتيبليكيشن كنا بنعمله امتى. يلا امجد بوت 3 تويز، اشترى 3 لعب، each toy costs 5 pounds، how much money did امجد pay؟ هو اشترى كام لعبه؟ اشترى 3، كل واحدة بكام؟ ب 5، يعني دفع 5 وراح دافع عليها كمان 5 وراح دافع عليها كمان 5، يعني ال 5 اتكررت كم مرة؟ 3 تايمز، يعني أكنه دفع بالظبط 3 تايمز ال 5 اللي هي كام؟ 15. يبقى عملنا إيه؟ عملنا ملتبلاي ملتبليكيشن. يبقى أمجد بيد، نكتب كده three times the five which is 15 pounds. يبقى ايه اللي بيخليني اعرف ان هي مسألة multiplication؟ ان نفس النمبر بيتكرر. يلا اللي بعديها، سارة read four books in a month، in the next month she read five books، يعني في شهر قرت فيه four والشهر اللي بعد كده قرت فيه five، how many books did she read in the two months؟ قرت قد ايه في الشهرين؟ هل يا اولاد شايفين عندكم اي نمبر بيتكرر؟ مفيش، ده انا هحط ده على ده يبقى هعمل اديشن. يبقى ساره ريد نعمل كده 4 بلس ال 5 which is 9 ايه؟ 9 بوكس. يبقى واضح جدا ان هي مش مساله ملتبليكيشن عشان ما عنديش حاجه بتتكرر. يلا اللي بعديها، يوسف has 5 sets of coloring pencils.
each set has 6 pencils. يعني العلبة الواحدة بتاعت الألوان فيها 6 ايه؟ 6 pencils. وهو معاه كام علبة؟ معاه 5. How many pencils does Yusuf have in all؟ يعني يوسف معاه كام قلم؟ ناخد بالنا بقى، في 5 علب، كل علبة فيها 6، يعني العلبة الواحدة فيها 6، هنحط عليها كمان 6 في العلبة التانية، ونحط عليهم كمان 6 pencils اللي في العلبة التالتة، ونحط كمان 6 pencils اللي في العلبة الرابعة، والعلبة الأخيرة لما نفتحها ناخد ال 6 pencils نحطهم على اخواتهم كده، يبقى كل دول هم اللي معانا. طيب شايفين ايه بعينينا؟ نفس النمبر عمال يتكرر، ال 6 عمالة تتكرر بالاديشن. طيب ال 6 اتكررت كام تايمز؟ 5 تايمز. يبقى دي عبارة عن 5 تايمز ال 6 اللي هي الكام؟ اللي هي ال 30. يبقى ملتبليكيشن. ليه ملتبليكيشن؟ عشان نفس النمبر يا اولاد بيتكرر. يبقى الإجابة بتاعتنا يوسف has كام بنسلز؟ 5 تايمز 6 which is 30 بنسلز. خلاص هقولها تاني، الملتبليكيشن بروبلمز بنلاقي نفس النمبر بيتكرر، في الاديشن بروبلمز لا، هتلاقي ارقام مختلفه وبنعمل لها اديشن. طيب يلا نشوف اللي بعد كده. كومبليت ذا ميسنج نمبرز. 3 تايمز ايه ايكوال 7 تايمز 3؟ مش احنا عرفنا ان ممكن نعمل ملتبليكيشن اني اوردر؟ 7 تايمز 3 هي 3 تايمز 7. طيب 4 تايمز حاجه تديني 0، الله لازم يبقى 0 طبعا، ما ينفعش يا اولاد يطلع بره 0 الا لما يكون الزيرو فاكتور، لازم الزيرو يخش عشان يخرج لي. طيب 6 بلس 8 يديني 7، تمام 1. طيب 5 تايمز حاجه تديني 5، يعني النمبر ما اتغيرش، يبقى 5 تايمز الايه؟ برافو 5 تايمز ال1. يلا هنا الدرس بتاع الديستريبيوتيف بروبرتي الدرس المهم قوي. لو انا مش عارف اعمل 7 تايمز 8 نقسم، هو هنا ال8 قسمها خد منها 7، يبقى من ال8 كام؟ يبقى 1. يعني ال7 تايمز 8 ممكن اقسم ال8 ل1 وايه و7. يلا اللي بعديها اللي تشالنج، بوت ملتبلاي اور بلس. اوكي 8 هنا 0، هنعمل ايه عشان يديني 8؟ احط بلس ولا احط ملتبلاي؟ لو عملت ملتبلاي اي حاجه ملتبلاي 0 تديني 0، يبقى لازم نعمل بلس عشان يبقى 8 بلس 0 يديني ال8. 5 وهنا 1 يديني 5، ينفع احط بلس؟ 5 بلس 1 يديني 6، طب نحط ايه؟ ملتبلاي، يبقى 5 تايمز ال1 ايكوال 5. 8 و2 وهنا 10، طبعا واضحه قوي ان احنا هنعمل ايه؟ بلس. 1 نعمل لها ايه مع الفور عشان تبقى 5؟ نعمل لها اديشن. الزيرو نعمل لها ايه مع ال10 عشان تبقى 0؟ نعمل لها ملتبليكيشن. لو عملت لها اديشن هتبقى 10 زي ما هي. طب نيجي هنا ال2 نعمل معاها ايه مع الفور عشان تبقى 8؟ ينفع تبقى بلس؟ ده 2 بلس 4 يديني 6، امال نعمل ايه؟ ملتبليكيشن. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا الليسون، درس جميل جدا، رجعنا فيه الملتبليكيشن والاديشن. يا رب تكونوا فهمتوا الاكسرسايزز كويس، وبالتوفيق ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو.